قبل شهر ونيف قام رئيس الغرفة التجارية والصناعة والحرف اليدوية والتأدين أمير الدودو أرتين بجولة لبعض الأسواق بالعاصمة إنجمينة، وذلك بهدف تحديد الأسعار في السلع الاستهلاكية، الأمر الذي دفع رئيس الغرفة التجارية على عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف النقابات التجارية ومسؤولي الأسواق وأرباب العمل، هو البحث عن إيجاد حلول لمشكلات التسعير في المواد الاستهلاكية. تجار أنا الأسواق أنا مدينة إنجمينة كلنا لمينا واستفقنا لقينا حل، لأن المعيشة الحمد لله سنة ربنا سبحانه وتعالى يعني رخصها. الله مبوتي للشعب لنا كلنا أحسن لنا. أنا في ذنينا كل طبقنا فوقها قلنا لهم كيلو 340 ده بأدمي. لهم بلا أدمي قلنا 370. وبعد اللقاءات التي عقدها رئيس الغرفة التجارية مع التجار قد توصلوا إلى تحديد سعر المواد الغذائية التي يستهلكها المواطنين بشكل يومي. المعاش على الشعب ده يعني الخلة والريس على الشعب وزي الفول وحاجات دول ده يعني ده ذاته كي ناقشنا فوقها والشيء اللي وقفنا فوقها ده الحمد لله كله كي ماشي على مقاس. أما اللقاء الأخير فقد كان مع مسؤولي المخابز بالعاصمة إنجمينة وتم فيها طرح العديد من المواضيع، ولن يتوصل رئيس الغرفة التجارية إلى نتيجة ملموسة. بالنسبة الرابع هم ده بس يعني شيء كي جلينا باختلاف مع ناس سيادة المفا، وإن شاء الله بتنقل نجتمع معهم يوم السبت وعندنا الخلاص يكون يوم الاثنين لنخط السعر على المفا في حوالي إنجمينة. وللإشارة فإن مبادرة السعر العادل مستمرة حتى يمكن الوصول إلى المقصد الرئيسي لتحديد الأسعار للمواد الاستهلاكية.